توقعاتك لماتش النهارده؟ السلام عليكم. اليوم مقابله صعبه وان شاء الله تكون نتيجه 2-0 نحرز ونجح ان شاء الله. ان شاء الله احنا عندنا ثقه تامه في المنتخب الوطني تاعنا وان شاء الله ان شاء الله الفوز ونشرفوا كل العرب باذن الله. وان تو تري فيفا لالجيري. مباراه صعيبه نوعا ما وان شاء الله نكسب المباراه ونفوز ب 2-0 ونكسب بالكاس ونجيبوا الكحلوشه. والله العظيم احنا في بلدنا ثاني وان شاء الله نكسب 2-0 باذن الله ونعمل الفرح معنا الجمهور في القاهره وان شاء الله نفوزوا 2-0 باذن الله. باذن الله جزائري باذن الله راح نفوز 2-0 باذن الله. مباراه صعيبه اليوم وان شاء الله تكون من مقابلنا ان شاء الله وان شاء الله احنا اللي نربحوا نجيبوا كحلوشه لبلادنا و2-0 ان شاء الله بنجاح وبلايلي ان شاء الله. الجزائر تكسب 2-0 ان شاء الله. بربي يفوز المنتخب الجزائري ونشكر المصريين على حسن الضيافه وحسن الاستقبال. بنجاح ان شاء الله اليوم يوم بنجاح يا عم وصل بنجاح ورياض محرز. الحمد لله اليوم عرس كبير عند الجزائر وان شاء الله عندنا ثقه تامه في المنتخب الجزائري وان شاء الله يسيطر على الماتش في اول ربع ساعه و2-0 لصالح الجزائر ان شاء الله باذن الله. مالا اليوم ان شاء الله احنا عندنا امل كبير في فريقنا وفي شبابنا هذو باش نجيبوا ان شاء الله نتيجه. سنفوز ان شاء الله هدف مقابل صفر. ان شاء الله الجزائر تفوز ونتوقع بغداد بنجاح ورياض محرز ان شاء الله 2-0. حتكون مباراه صعبه بس حنكسب ان شاء الله.